مرحبا فيكم بحلقة جديدة من سينما حمدي مع حمدي. أنا حمدي. أوكي. شكرا. بحلقتنا اليوم رح نحكي عن الإعلانات الرمضانية واللي تعودنا إنه يكون في فكرة أو موضوع بتجمعها مع بعض، ومن النادر ما يطلع واحد مختلف. وهالسنة وبسبب الظروف الحالية اللي فرضها فيروس كورونا، كان موضوع هاي الدعايات بيعطي جرعات أمل وتفاؤل للمشاهدين بأنه هالمرض رح يختفي بأسرع وقت وترجع الحياة لطبيعتها بكل العالم من جديد، وأنه العادات الرمضانية لساتها مستمرة رغم كل الصعوبات اللي عم بتصير. رح نبلش مع شركة الاتصالات STC بإعلان سيظل رمضان حي، وحقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وبياخدنا بلقطات عامة من مختلف الأماكن الشهيرة وهي فاضية مثل الحرم المكي والصفوف الدراسية وملاعب الكرة، ومعها عبارات مؤثرة بتبلش: عندما تنظر إلى القادم تشعر أن العالم قد توقف. بس بيرجع الإعلان بيعطينا أمل كبير بأن العالم مكمل والفرح ما بتوقف، وأنه سنصل إلى ما هو أبعد وسيظل رمضان حي. الطريقة اللي تم فيها دمج الأماكن مع بعضها والمود اللي دخلتنا فيه المشاهد كلها مع الموسيقى كان رائع جدا. ننتقل لمواساة شركة زين بإعلان لا ينسانا الله من غناء الرائعة راما رباط، اللي صوتها كان عامل رئيسي لنجاح الأغنية، فأدائها للكلمات حسس كل المتابعين بمعانيها، واللي بلش بطريقة قوية جدا وهي جملة: إلى أن يرى اللقاح نور كونوا لقاحها بعض وتأخوا فكلنا أبناء الأرض. الله الله، وهالكلمات بتشجع على التلاحم والترابط بين الناس بهاي الفترة اللي بنعيشها. وأغنية الإعلان كانت جميلة جدا وقوية بسبب تكرار كلمة لا ينسانا الله، واللي بتعطي المشاهدين فرصة ليجددوا تفاؤلهم وينسوا الشر اللي حصل بكل العالم. مشاهد الإعلان اللي حصل على أكثر من 3 ملايين مشاهدة كانت بسيطة بس مؤثرة. واحد من هاي المشاهد كانت لزوجين بيتبضعوا بالسوبر ماركت، وملامح الحزن على وجههم لأنه الأرفف كانت فاضية بسبب بخوف الناس من الأزمة وانقطاع المواد الغذائية. بس بتتبدل هاي الملامح لفرح لما بيجوا أشخاص حواليهم وبيعطوهم مستلزمات اللي كانوا بيدوروا عليها كنوع من مساعدة الآخرين، واللي بيعكس الرسالة الرئيسية من الإعلان: لما وجدت نصف قلبي سألت الغد ماذا يخبي، ما بعد العسر يسر والقيمة توصف، ردت ينسان الفاق. لو طالت المسافات وبعدتنا الأيام، ما بينا ألف حاجة تبين الاهتمام. إعلان أورنج سنة الحياة من غناء الفنان حسين الجسمي، واللي بتناول فكرة الترابط العائلي بظل هيك ظروف والاجتماعات اللطيفة الخفيفة بين الأهل والأصحاب. طريقة التصوير وأداء الممثلين كانت جميلة وحسستنا بأهمية الترابط بين أفراد العيلة، ونهاية هاللقطات كانت جميلة كمان، مليانة محبة وعطاء. وحشتنا اللحظة، وحشتنا اللمة، وحشتنا الأيام دي، لحد ما ترجع هنقربك ليها. ويمكن السبب اللي خلاها تحقق هالعدد الكبير من المشاهدات اللي وصلت لأكثر من 10 ملايين هو محبة وشعبية حسين الجسمي في مصر، خصوصا انه هاي مش المرة الاولى اللي بيغني فيها باللهجة المصرية، فهو كان قدم واحدة من اشهر اغانيه اللي حبتها كل مصر. إعلان أنت النسخة الأصلية أنت استثنائي لبنك مصر. والشي اللي ميز الإعلان وخلاه مختلف هو ظهور بهاء سلطان مع محمود العسيلي. عدد مشاهداته وصلت لأكثر من 5 ملايين على يوتيوب. كلمات الأغنية جميلة جدا وبتبني رابط بينها وبين المشاهد، لأنه بحس هالكلمات موجهة إله هو، والألوان الموجودة بهاي الدعاية والتصوير والإخراج تبعها مليان طاقة إيجابية. وظهور كل فئات المجتمع فيه أعطاه نكهة خاصة، مثل الطالب الصغير، رجال الإطفاء، الدكاترة النساء. واللي ميزوا ظهور بهاء سلطان ومحمود العسيلي وهم بيغنوا بنص حي سكني بطريقة بسيطة وملفتة:
وهلأ نقطة تانية حاب أحكي عنها. ما بعرف إذا كنت لحالي عم بحس بالملل لما بشوف إعلان لأكتر من فنان أو نجم مع بعض، فهالشي خلص انحرق، والله انحرق، وخصوصا أنه بأقل من سنة صرنا شايفين هدول النجوم بأكتر من شغلة مثل سقفة وسقف، وهلأ كمان بكذا إعلان برمضان. زمان ظهور الفنان بواحد من الإعلانات كان كفيل يحببك بالإعلان ويخليك تحضره مرة واثنين وثلاثة وتحفظ الأغنية كمان، بس هلأ بس أشوفهم مجتمعين حتى لو الأغنية حلوة بطفي ما بسمعها، بحول القناة بعمل أي إشي. ومن الإعلانات الحلوة كان إعلان فودافون ب 2015 اللي ظهر فيه حسين فهمي ويسرى ونخبة من نجوم مصر، وإعلان سنة 2016 لنفس الشركة واللي كانت طريقته جديدة ومميزة وظهر فيه أحمد السقا وسمير غانم وليلى علوي، وإعلان جمع حبايبك السنة الماضية من غناء عمرو دياب اللي أنا فعليا حبيت عمرو دياب من بعده، أو لا هاي الجملة بتضايق، لا حبيت عمرو دياب من زمان بس إنه هاي الأغنية حببتني أكتر. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بتمنى إنه الحلقة تكون نالت إعجابكم، شاركوها مع عائلتكم وأصحابكم، وما تنسوا تحضروا الحلقات الماضية، وإذا حابين إنكم يعني تساعدوني أكتر اعملوا سبسكرايب ولايك للحلقة وشير برضو مرة تانية. مع السلامة.